زرت صديقا لي بعد غياب طويل واندهشت من تغير وجهه فقد أصيب بالسمنة وتغير شكله. أحزنني رؤية صديقي وهو مصاب بالسمنة وقررت أن أسأله عن الأسباب. فأجابني أنه يتناول الوجبات السريعة والحلويات والأغذية المعلبة ويشرب الكثير من المشروبات الغازية ولا يمارس الرياضة. فقررت أن أنصحه بتناول الخضر والفواكه وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة. وذكرته بأخطار السمنة وما تسببه من أمراض خطيرة كالسكري وارتفاع الضغط ومرض القلب ومشاكل في التنفس. وعدني أن يأخذ بنصائحي وذكرته بالحكمة. سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. علينا تناول الغذاء الصحي المتوازن للمحافظة على صحتنا.